من ميك اب ارتست لمحلات لبس لمحلات فساتين افراح لكل حاجه، ما خليتش حد ما كلمتوش والحمد لله. يعني طبعا في ناس كتير رفضت يعني، بس هي كتر السعي لازم هتلضم. عمر ما ربنا يضيع تعب حد خالص. ابدا خالص. الفكره ان هم عايزينها تلضم من اول مره، ما لضمتش. لا مفيش كله بوسايط. لا مفيش الكلام ده ياسمين. لا مفيش الكلام ده. لا لا شكلك وصايط. لا مفيش الكلام ده. انا ببذل مجهود فظيع عشان افضل موجود، عشان اسمي يفضل الناس فاكراه. يعني لو اختفيت يومين ثلاثه الناس هتنساكي. فانا ببذل مجهود فظيع عشان احافظ على الاسم ده. طيب حلوه قوي. هي خدت من المجلات ولا كان في بقى دلوقتي الصفحات على الانستغرام؟ كله بقى سهل. كله سهل. خدتي بقى الارقام التليفونات وبقيتي تكلمي المصانع وتروحي لهم وتعرضي عليهم وكده لغايه اما حد لضم. مين اول حد لضم معاكي يعني، انت او انت لضمتي كده وبقيتي تتشافي كان ايه؟ يعني مش لازم براندز، انا اقصد يعني كان ايه، كان مجلات، كان براند، كان ايه؟ مش فاكره بالظبط عشان ما بقاش بضحك عليكي، بس يعني افتكر انه في ماركه شارب مشهوره قوي في مصر، ما كانش في غيرها في مصر. كلموني لانك كنت سايبه مثلا نمرتك وكده. كان عن طريق مكتب الاعلانات والحاجات دي، كنت برضو سايبه هناك صور وحاجات ورقمي وكده. فكلموني لاني بالصدفه كنت شبه البنت الروسيه اللي بتصور لهم، فهي كانت في اجازه وضع، فهم شافوا ان انا فيا شبه منها فجابوني صورت بدلها ومضيت العقد. جميل. ساعتها كان بابايا موجود، فهو اللي مضى العقد لاني كنت تحت 21 سنه. فهو يعني هو قالها لي مره، يعني قال لي انا شايف كده ان صورك تبقى في الشوارع يعني على اليوفط يعني وكده. وفعلا الصور نزلت كمان على الاوتوبيسات محطات المترو. ايوه هو كان مشهور قوي وكان بيعمل دعايه جامده جدا. فدي كانت الوسيله اللي بيحط اعلاناته من خلالها وقتها. أيوة. في الشوارع. أيوة. وفي محطات وعلى المترو وعلى الاوتوبيس وهو ماشي وعلى كده. فدي بداتي دي كانت البدايه. اسمك اتعرف في الحته دي ولا ابتديت بقى شويه بشويه؟ شويه بشويه بقى اعلان تلفزيون مثلا. حاجات كده يعني. ابتديت بقى اشوف المجلات المحجبات، ابتدى بقى الموضوع يبتدوا يهتموا بالمحجبات شويه. يبتدوا يعملوا لبس وحاجات كده، فابتديت ان انا بقى برضو اتواصل. ليه ما قلتيش من ساعتها لا اصل ما بيشغلوش محجبات؟ مش دي بتتقال دي على طول اصلا ما بيشغلوش. بصي هو وقت اللي انا بدات فيه ما كانش فيه كده فعلا. بس اشتغلت وكنت بلاقي عقوبات. بقول لك ما قلتيش. بس كنت بلاقي عقوبات كتير بصراحه يعني. عادي. في الوقت ده كنت بلاقي عقوبات كتير. بس اشتغلتي ولا ما اشتغلتيش؟ الحمد لله. طيب بعد كده ايه اللي خلاكي نقلك من فكره انه انت مثلا بتعرضي الهدوم لفكره ان انا اقص جلابيه مش عارفه مين واجيب السفره احطها؟ بتعمل اشكال عجيبه الشكل في الهدوم ولو انها لابسه عادي دلوقتي. لا النهارده لابسه عادي. بس لا بتعملي افكار يعني، تجيبي حاجه قديمه تقومي حطها سفره وتقومي عاملاها فستان. تجيبي مش عارفه كنار منين من مفرش مش عارفه كنبه ولا تقوم حاطه. يعني عندك افكار بره الصندوق. ايه اللي خلاكي تعملي دي؟ ماما بقى. ماما هي اللي صاحبه الفكره اصلا. يعني انا ما جيش فيها حاجه. يعني هي بقى دلوقتي ابتدت بقى تقول لي يا أروبة انت عملتي دي ازاي؟ ابتدت بقى هي تقول لي يعني انا عشان خدتي لقطتي الخيط منها. لقطت الخيط منها. بس هي طبعا نفسك ازاي فيها؟ الفرجه. بتفرج كتير جدا 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 جدا. وبغذي عيني بالفرجه. اشوف الخطوات معموله ازاي. اتفرج على الناس بره بتعمل ايه. ده فن موجود في العالم كله. والاجانب شاطرين فيه قوي. اعاده التدوير.